أنا الآن في بداية الطواف لإكمال مناسك العمرة عن المرحوم عبد اللطيف عمر عودة رحمه الله وسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانه وبالسيئات عفوا وغفرانه. اللهم ان كان محسنا فزد بحسناته وان كان مسيئا فتجاوز اللهم عن اساءته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عنه التقصير. اللهم افتح باب السماء لروحه وابواب رحمتك وابواب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبه واحباه في على ظلمة القبر وما هو لاقيه كان. اشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به. اللهم يا من كتابه وهم من حسابه ولين ترابه الهمه حسن جوابه وطيب ثراه واكرم مثواه واجعل الجنه مستقره ومأواه. اللهم اظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باق الا وجهك. اللهم اكتب اسمه على ابواب الجنه الثمانيه. اللهم اجعله يمر على صراطك البراق الخاطف. اللهم اجعله مما ينادى عليه يوم القيامه. عين عبد اللطيف عمر لقد فاز فوزا عظيما. اللهم ثبت قدمه يوم تزل فيها الاقدام. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى نزلا لهم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.